محاضر تلخيص للموديول الأخير بالكورس وليس الموديول اللي قبله. أول فكرة هي تكنولوجيا ترانسفير، هي نقل المعلومات من معهد لمعهد أو من مخبر لمخبر، والحق بهذه المعلومات أو هي التكنولوجيا لحتى يستخدمها. ليش هي نستخدمها؟ لحتى تسهل الريسيرش، إنه نحن إذا عملنا مثلاً أكاونت على موقع أبحاث معين بدنا نعطيه له مكان ثاني، هو بيستفيد منه ونحن بنستفيد منه، نحن بنستفيد من المواقع اللي عنده بنتشاركهم، هيك بنسهل على بعضنا الريسيرش. هلا شو السبب إنه في شيء اسمه خصوصي تكنولوجي ترانسفير؟ إنه المعلومات يعني إذا أنا أعطيت واحد معلومة وأنا مثلاً كنت قاعد عم أحكي مع شخص معين بالبحث اللي بدي أعمله، هون إذا ما اتفقت معه أو قلت أنا خلاص أنا ما عاد بدي أعمل هذا البحث، ما عاد فيني آخذ معلومات منه، أنا طلعوا من المخاطر جاري يوم، ما رح يمشي. طيب شو رح نعمل؟ أول شيء في ثلاث طرق لحتى نحافظ على الحق بهي المعلومات. البيتنت هن لما أنا أبتكر شيء بيجي بسجله، ما عاد فيه حدا تاني يستخدمه غير بعد 20 سنة. الكوبي رايتس هو حق النسخ، يعني إذا عملت شغلة وحطيت عليها كوبي رايتس، يعني الحدا الوحيد اللي عاد فيه يجي ينسخ هذا الشيء هو أنا. التريد ماركس هنا بعد ما أنتج المنتج اللي أنا عملته. هون ما عاد في حدا ينافس على المنتج الخالص اللي انا طلعته. طيب هلا انا اذا ما حافظت على هي المعلومات في عندي جورتين ممكن يوقع فيهم. الاولى انه حدا ياخذ البحث تبعي ويعمله مثلا او يقلدني او يسرق هي المعلومه اللي عندي اياها. الجمله الثانيه انه كلهم ياخذوه. كيف كلهم ياخذوا بالميديا؟ هذا الدكتور مبسوط انه هو عم يقول انه شو عم يشتغل على الميديا. في شيء سيء وفي شيء منيح، يعني ممكن هو يكون مبسوط لانه عم يعمل شيء منيح وفي شيء سيء، بس الاهم انه نحن نعرف كيف الواحد بيتعامل مع الميديا، شو يعطيها وشو ما يعطيها. لما الواحد اللي بيسيرشر عم يحكي مع الميديا في ثلاث شغلات ممكن يقولها. اون ذا ريكورد انه الميديا فيها تاخذ معلوماته وتقولها مثل ما هو، تقول انه هذا الباحث قال هيك وبصير عن مسؤوليته. اوف ذا ريكورد هذا ما لازم يطلع برا. اما الاون باك جراوند او نوت فور اتريبيوشن، هون فيه يقول بس ما فيه يقول انه انا انت، فيه يقول المعلومه بدون ما يقول انه انا انت. طيب شو بيهمنا هلا من الميديا؟ الميديا هي عم توصلنا للناس. الناس ليه بيفيدونا؟ الناس في عندهم كذا فكره ما بيعرفوا عن الريسيرش، يعني إذا أخذوه هياخذوه misunderstanding. الفكرة الأولى أنه الريسيرش بيعطي معلومة وبيعطي كذا سؤال، كل بحث بيعطي معلومة وبيعطي كذا سؤال، مو بيجاوب كل شيء. الفكرة الثانية أنه الريسيرش بياخذ وقت طويل، أنه أنا مثلا إلي سنة عم بشتغل ما طلع معي شيء، ما أنا مشكلة كبيرة، بعد في وقت. هذه المسجز كانت تشينج، انه هلا انا عم اقول للناس انه بطلوا التدخين، بعد فتره اجت انه في مرض نحن لازم نعطي، لازم نقول لهم دخن، بعد فتره ممكن نقول لهم كلكم دخن، يعني كله ممكن يتغير. النقاشات او المفاوضات المنطقيه بين الابحاث، يعني انا اذا قريت بحثين هم ضد بعض ممكن هذا الشيء يصير، بس انا بدي اعرف وين الاختلاف، ليش هن الاثنين اختلفوا. وهون بس افهم هذا الشيء فيني يعني اعرف الريسيرشر ليش، شو هي المشكله اللي طلعت معه. طيب اتفقنا انه الريسيرش للناس، انه نحن عم نفيد الناس، مشان ليش؟ لانه بدنا الناس لما نحن نعمل ريسيرش هن يساعدونا، لانه نحن بدنا نعطيهم هن بدهم يعطونا، بدون ما الناس نحن ما فينا نعمل ريسيرش تبعنا. هلا في فكرة كتير صعبة، انه مثل ما انه هيك كونتينيوم، انه البحث من عند البحث المخبري، بعدين البحث السريري، بعدين العيادة كيف تتعامل مع البحث،
بعدين التعامل مع المجتمع، بعدين مع البابليك، انه كل لازم كل البابليك. هلا مثلا اذا الريسيرش ارتفع مستوى لازم كلهم هدول يرتفعوا وترتفع البابليك هيلث. اذا ما ارتفع او نزل لازم البابليك هيلث تنزل. طيب نحن بنعرف انه الريسيرش هو انعمل مشان يقلل لنا المشاكل الطبيه ومشان يقلل لنا النفقات. يعني الريسيرش نحن بنعمله وندفع مثلا دولار بدل ما ندفع 2 دولار على مشكله نحن عم نعطي دولار ما له نافع. فهو لازم يخفض النفقات ما يرفع. نتفرج هيك نشوف النفقات الصحيه طالعه. ما له ريسيرش عم يزيد بس النفقات طالعه ومزودت لها يعني. وين المشكله؟ المشكله انه الريسيرش البحث عملوا دراسة انه ايمتى بيوصل على الكلينيكال براكتس؟ قالوا بعد 17 سنة. يعني اي اذا اخذنا مجموعة من الابحاث بعد 17 سنة لحتى يتنفذوا. والمشكلة الثانية انه بس 14 منهم هن اللي رح يروحوا. يعني مشكلتين، اول شيء الوقت الطويل، وثاني شيء في 86% من الابحاث ما بتعمل، الناس عملوها بس مشان يعملوا بوينتس عندهم مشان يزيدوا البابليكيشن، بس المجتمع ابدا ما استفاد. وأولا الريسيرش أدى ما أخر. طيب من هون جينا بفكرة أن الريسيرش لازم يطلع من المجتمع. Community based participatory research. هذا الـ CBBR بيقول أن مثل ما الشاعر من البحث من الشعب إليه، كمان الباحث لازم هو يأخذ السؤال البحثي من الشعب، ما هو يفكر الفكرة يعمله بعدين يشوف انه المجتمع ضد فادته او ما فادته، ما استفدنا. اما هون بنشوف المجتمع شو بده البحث اللي بدنا نعمله وبنعمله هون. لحتى نعرف هذا المفهوم اكثر، المشكله الاساسيه اللي نحن قادتنا لهذا المفهوم هي الاكسترنال فاليديتي للابحاث. انا بجيب بحث معمول بامريكا بجي بدي اطبقه هون ما بيزبط معي. شو بدي اعمل؟ هي ما لنا مشكله ميثودز. هي المشكلة انه نحن لازم نعمل البحث تبعنا اللي بخص فينا للناس تبعنا. وهذا لازم يعتمد على التراست تبع البيبل. يعني هن اللي لازم يعطونا الريكويشن اللي نحن بدنا نعمله انفستيجيشن. الشيء المهم اللي فيه ال سي بي بي اي يعمله هو انه يدمج بين الكواليتيتيف والكوانتيتيف. البحث ممكن يقول انه نحن قد ايه عم يصير معنا مشاكل قلبيه وكيف الناس عم تتعامل مع هي المشاكل القلبيه لحتى نفتح المجال لحتى يصير بحث ثاني عن هي الطرق يلي عم يتعاملوا فيها الناس مع المشكله الصحيه. فهي فكره صعبه شوي لانه صوفاي وثلاث اشارات من الاول بس حنقدر نحضر اربع اشكال لل Community based participatory research. أول خطوة لازم نعملها بهذا النوع من البحث هو إنه نوصف المشكلة. أول شيء نجي على المجتمع نوصف له مشكلته. شو اللي عم نتعامل منه أكثر شيء. ثاني بحث لازم يصير هو الاختلافات، إنه هون المشكلة اللي عندي إياها. بدي أبحثه شو بتفرق عن المشكلة اللي عند جيراني. البحث الثالث اللي لازم اعمله الخطوه الثالثه هو بدي اشوف المشاكل اللي عم يؤدي لها هذا هي المشكله الصحيه، المشاكل اللي عم تؤدي لها بالمجتمع. يعني اذا واحد مريض بهذا المرض، يعني مثلا واحد بالمليون بسوريا، انا ما انا محرزه انا عندي 20 مليون اعمل بحث عليه لانه ما حياتي مشاكل لهذا المجتمع. الريسيرش الرابع هو الطريقة، بدي ابحث انا شو الطريقة اللي بفضلها المجتمع ليتعامل مع هي المشكلة. ومشان اقدر انا اعطيهم ريكومنديشنز لحتى يتعاملوا بطرق ثانية مع هي المشكلة. الخطوات انه اول شيء لما انا بدي اصير باحث انه نقي مين شريكي، مين المجتمع اللي انا بدي اشتغل له. هدول الناس مثلا جامعة دمشق، طلاب جامعة دمشق الحي مثلا او المدينه. الثاني انه انا اخذ منهم السؤال اللي هن بيهتموا فيه، المشكله اللي هن قالوا لي انا اشتغل عليه. الثالث هو هدول ثلاث فروقات عن الريسيرش عادي. الثالث هو
لما انا بدي اعمل كوليكشن للداتا خليهم هن يجمعوه، لانه هن لما يجمعوه حيعرفوا كيف يجمعوا المعلومات السيئه عندهم، المعلومات حيعرفوا كيف يوصفوا هن المشكله تبعهم. يعني لما بدي انا اعطي كويشنير هن بدهم يقودوه، هن بدهم يجمعوا المعلومات وانا بدي احلل بعدين، رح قودهم بس ما لازم افرض عليهم كويشنير من عندي. بعد الخطوات هي خطوه من عند خطوات مثل الريسيرش العامه. فوائد هذا النوع من الريسيرش بزيد الريسبونس ريت. لما انا عم اوصل مشكله للمجتمع هو حيستفيد. يعني لما انا عم حاكي طلاب الطب مثلا عن الفحص الوطني حيفوت يقدم كويشنير. لما اجي على طلاب مثلا جغرافيا عم اقول لهم ابوني هذا استبيان عن اوستيوبوروسيس، شو بيدفعوا لحتى يفوت على هذا الكويشنير؟ واغلب الكويشنيرات يعني الواحد ما بيفوت عليها غيره في مدرسة. الفاليديتي، لما انا عم اعمل بحث من المجتمع واخذت معلوماتي منه، هذا ما في شيء يعطيني غلط او حيصلي نسبة الغلط لما انا عم اشتغله من هون ولا هون. والتراست، لما انا عم يطلع معي نتيجة انه انا عملت بحث عليكم وما لازم تدخلوا، تعالوا شوفوا هي النتيجة عليكم، أنا أخذت منكم، أنا أنتم اللي جمعتوا لي الداتا، أنتم اللي عملتوا الكويشنير مثلا، وهذا اللي طلع معي بيرد. وهون عم نعطي نحن ريسورسز للكوميونتي لحتى يعتمد عليها. مهم. هذا بيتوافق مع نوع ثاني من الريسيرش أو شكل ثاني لنفس النوع من الريسيرش اسمه implementation and dissemination of research D&I. هذا الخلق هي هذا النوع من الريسيرش اجى لحتى يعبي الجواب يلي اتفقنا عليه قبل شوي بين المجتمع وبين الريسيرش يلي ما عم يقولوا او ما رح يستفيدوا منه او ما عم يوصلوا. طيب عملنا هذا النوع من الريسيرش وكل مجتمع عملناه لحاله أو يعني كل الناس عملنا لهم السيتس تبعهم والميثودز لهم الخاصة فيهم، طلع معنا هاي الخريطة. كل نقطة من هدول بتفرق عن النقطة الثانية إنه هذا مجموعة مختلفة من الناس. صار نحن كل ما نقرأ الريسيرش بدنا نقرأ ونشوف هذا الريسيرش شو بيفرق عن الريسيرش اللي بدي أعمله عندي، وهل هذا الفرق إحصائي مهم؟ يعني هدول الناس معناها بيختلفوا عن الناس اللي عندي؟ أو هذا صدفة الريسيرش عندهم صغير والريسيرش عندي صغير وما استفدنا شيء، ولا يعني صار كل بحث بدنا نقراه بدنا نعمله أبريزي نشوف أي نقطة هو من هدول. نحن شايفين كم عامل هو عم يأثر على على هدول النقط، شيل المشاكل الصحية شيل الدين مثلا. طيب هدول الفروقات اسمهم disparities in clinical research. هنا الفروق أساسهم الفرق بين races و ethnic groups و genders. أنا لما أعمل مثلاً بحث عن موضوع معين ويجي كل الناس اللي قدموا عندي ذكور، هذا فرق تماماً لما أنا حاسبهم. أيضاً لا، أنا بدي أعمل هذا عند الناس مشاكل، معناها لما أنا بدي أعمل هلأ بحث عن قضية هون لازم أعمل وأقول أدي نسبة الناس اللي عندي ذكور أدي الناس وأجمعهم الاثنين سوا حتى أقدر طلع مشكلة الاثنين سوا، أو بفصلهم وقول هدول لحالهم وهدول لحالهم. كمان بيأثر الستريس والريليجن، الناس قاعدين بالحرب وما عمل عندهم بحث عن المشاكل الصحية أو المشاكل القلبية مثلاً، بعدين رجعت عملت هذا البحث نفسه بسويسرا وبشي انا عم اشوف الفرق، هذا كله لازم ينقص. رجعنا لمشكلة جديدة، يعني فتنا نحن منها وطلعنا منها اللي هي اكسترنال فاليديتي، جينا منها هي اللي خلتنا نحن نعمل السي في ار او الاي ان دي، ورجعنا طلعنا بعد ما نحن عملنا هي الفروقات ما استفدنا شيء مثل ما فتنا مثل ما طلعنا. طيب هنرجع شوي نشوف شو نحن طريقة التواصل مع المجتمع، شو نحن اللي بيربطنا أو ناخذ معلومات فيه من المجتمع. هو الـ CRMs، هدول الـ
الكاس ريبورت اللي نحن نحكي عنه انه كاس ريبورت مفرد هي الكاس ريبورت فورم هو الشيء اللي نحن نجمع فيه معلومات من الافراد. يعني مثلا انا بدي اخذ معلومه عن الشخص لحتى فوته بالريسيرش، هذا الطريق هو السي ار اف. بس بنعتمد على ثلاث مبادئ اساسيه. المبدا الاساسي هو مين اللي رح يعبيه؟ رح يعبيه الدكتور اللي قاعد بالعياده مثلا وجد عنده مريض بعدين عفوا. الثاني انه ايمت بده يعبيه؟ اخر الليل ممكن تفرقه من الصبح، هو مروق ما هو مروق، وين بده يعبيه؟ قاعد بالمشفى المكان، قاعد بالمشفى، احد قاعد بالشغل، قاعد ببيته بعد ظهر. طيب هذا كله لازم نبدا فيه السي ار اف من البروتوكول. ما نحن بنبدا بعدين بنشوفه. البروتوكول حيقلي انه حيحدد اول شيء داتا ايمت، شو المعلومات تماما اللي انا بدي اياها، يعني بدها تدخل بالتحليل تبعي. ما بدي اكثر ولا بدي اقل، اكثر منه حمل منه وأقل ما حستفيد من التحليل اللي بدي أعمله. أبغى تشيك أول بعد. وقت أنا عم أعمل سؤال قولوا نختار كل شيء بناسبكم. لو إنه مشكلة بتكبر ما بتظهر. سأل عن كل واحد لحاله. لأنه لما سألت عن كل واحد لحاله حيجاوبه، أما لما تسأل هيك حيصير تحليل صعب عليك. والجواب صعب عليهم. حدد ليه بدك تقرب الارقام، حدا بيحط لك رقم طويل مثلا بالسي ار اف، حدا بيحط لك مثلا 1.5 اي ان ار بيحطوا 2، اي ان ار بيحطوا 2. الديزاين تبع الداتا، لما انا عم بجمع مثلا التواريخ من الناس، شو يحط لي الرقم اليوم بعدين الشهر بعدين السنه، شو يحط لي اياهم معكوسين؟ هون انا ما عاد فيني اجمعهم سوا. والشغله الثالثه هي الكمبيوتر داتابيز اللي انا بدي اعتمد عليها. مثلا انا عم مجمع الصبيان بالعربي ومحدد الداتابيز بالبروتوكول تبعي ما بيقبل عربي. هون ما عاد هون خرب البروتوكول، خرب البحث. بعدين جربوا، بدون ما جربوا ما رح نستفيد. اول شيء المعلومات اللي رح تجينا غلط، ثاني شيء نحن ما رح نقدر نستفيد من هي المعلومات. طيب ال جود سي ار اف بيعطينا داتا نظيفه، يعني داتا ما بدنا نحن نعملها كلين، نشوف هذا العمود ما هذا السؤال ما استفدنا منه بشيء، حطيناه على الفاضي، عذبنا الناس فيه على الفاضي، تعذبنا تكلفنا فيه على الفاضي. واطلب معلومات تماما اللي انت بتحتاجها للتحليل. طيب هذا السي ار اف منين بدنا نعبيه؟ من السورس دوكيومنتس. هون في محاضره كامله حكيت عن السورس دوكيومنتس، هن الطرق يلي اول شيء بتتسجل المعلومه عليهم. مثلا الهوسبيتال ريكوردز، اول ما اجى المريض كل شيء تسجل عليه، او الفارماسيز ريكوردز، اي حدا عم ياخذ دواء هو تسجل فيه، او الفوتوغرافز مثلا نيرسز نوتس. كل شيء هدول نحن ممكن نستخدمه لحتى نطلع المعلومات تبع السي ار اف تبعونا، اسمه سورس دوكيومنتس. شو أهمية السورس دوكيومنتس؟ إنه نحن نحدده. أهم شيء إنه نحن بنثبت للناس إنه نحن ما عم نخترع مرضى. الشيء اللي قالت عنه روبا إنه هون أنا عندي شيء مثبت، عندي شيء على الأرض. أنا قلت لهم جبت المعلومات من هيك وهيك، عندي إياهم. ما فيهم يقولوا لي أنت اخترعتهم. الكترونيك سي ار افز هن جماعة بيانات الكترونية، بيطلع بيانات كبيرة بس اللي بيتعزى فيها هو الكمبيوتر. الكمبيوتر ما حيغشني، اما لما انا بدي اجمع معلومات ورقية وعين ناس لحتى ينقلوها بعد على الكمبيوتر، هون انا صار عندي مشكلة، صار عندي خطوة زيادة، خطوة من عند الاستبيان الورقي لعند الناس اللي بدها تنقلها على الكمبيوتر، زاد درجة خطأ. يعني الكمبيوتر مثلا ما رح يسرق معلومات او يغير شيء. بعد ما جمعت المعلومات، الخطه تبع التحليل هي كمان لازم تكون محدده من قبل. لما انا بدي احدد شكل البرزنتيشن تبع الداتا، هذا لازم يكون محدد قبل، لانه انا ممكن اعرضه بطريقتين مختلفتين،
او بيستخدم الستاتستيكال ميثودز تنتين مختلفتين، واحد يطلع معي ريسيرش تمام، واحد يطلع معي ريسيرش ماله اهميه. والكي اند بوينتس مثلا اكون انا عم ادرس المشاكل القلبيه على شيء معين، بيطلع معي مو مهم، فورا بحول البروتوكول اعمله على مشكله ثانيه تماما. طيب قبل ما انا احلل الداتا في شيء اسمه مانجينج داتا. هون في واحد قاعد عم يشوف البيانات اللي عم تجي، ما حطينا الكويشنير وروح يعني منوتر لحتى يخلصوا كلهم، في واحد قاعد عم يشوفه شوي شوي. في شيء بصير اوتوماتيكلي هو المونترينج والاوديتي. المونترينج هون اخذنا مثلا البارتيسمنت او جزء من البارتيسمنت، جمعناهم كلهم وراقبناهم كلهم، راقبنا كل الموضوع، كل الموضوع يلي بيتعلق بالبحث بخصوصهم. بنشوف فول فيو وهذا داتا دريفن. اما الاوديتين هون نحن بيجي حدا بيتفرج هي الريسيرش بيقول لي انا بدي اشوف التي تيست اللي عملته، بدي اشوف كذا، بدي اشوف كذا، انا حاسس انه في خطا. هدول كلهم بيصيروا اوتوماتيكلي. في شيء ثاني اسمه فور كوز اوديت. هدول ناس بيجوا خصوصي بحسوا عليك من الانستتيوشن او من المكان اللي مسؤول عنك الاكبر منك اللي انت اخذ منه الموافقات، اجوا حسوا انه الاستبيان مثلا تبعك باول ساعه جاب 10,000 ريسبونس، انه في اكيد خطا، او الداتا كثير حلوه انه طالع معه جاوس ديستريبيوشن تماما مثل ما هو، او مثلا الباحث مثل ما اغلبنا بنعمل عامل ابحاث بكل اختصاصات الطب، ما تعرف اختصاص الا عامل بحث فيه. هون بيقول لك انه لا تماما هون في خطا، انه انت عم تعمل ابحاث بكل هدول معناها انت اكيد ما عم تكتب عن كل هدول. طيب بدنا نجي على فكره بتسهل هذاك الامر، بتسهل المونيتورينج، هي الالكترونيك هيلث ريكوردز. هون كل شيء مسجل على البيانات على بشكل الكتروني. إلها فائدتين. الفائدة الأولى على الريسيرش، لما حدا يقول لي ورجيني الداتا تبعك، ما بقول له والله يعني بدي أعبيهم بشحنات، بقول له مثلا قافلت الاستبيانات جاية لعندك، بنقول له فورا من عندي فوت هي أكسس. الفكرة الثانية إنه فيه يستخدمون، بعطي إياهم محللين خاصين، بقول له استخدمهم للريسيرش تبعك، يعطيني بدالهم شيء. الفكرة الثالثة انه بيزيد الكواليتي مثل ما اتفقنا انه احسن من الورق. شو فائدتها للبارتيسيبنتس او الناس اللي عم يشاركوا بهذا البحث؟ ذات الكواليتي اوف كير، مناعه الالرجيز مثلا. اول ما الواحد فات على الالكترونيك هيلث ريكورد تبع الشخص طلع له انه هذا بيتحسس على شيء معين، ما عاد في داعي يرجع يسال من جديد، وبتوفر مصاري وقت. طيب هلا بدي اجي على ال FDA اللي بتعطينا القوانين يلي نحن مش بيمشي عليها ال NIH، بيمشي عليها باقي ال institutions. اول هدف لها انه تحمي الببليك هيلث، تقول شو في مشاكل تجي تحلها او تحاول تحلها على الاقل، تعطي ادويه للشغلات اللي ما لها ادويه بعد او تساعد بهذا الشيء، تعطي grants، تعطي يعني موافقات لتعمل ادويه جديده. الثالثه انه تساعد الببليك الناس الكوميونتي انه ياخذوا المعلومه الايفيدنس بيس او الساينس بيس، انه لما حدا عم يقرا المعلومه من الاف دي اي يعني احتمال كثير صغير انه يكون هو عم ياخذ المعلومه الخطا بالنسبه لما هو فات على الجوفمنت وقاعد عم يدور لحاله. كيف بيطبقوا القوانين تبعونه من الاف دي اي؟ اول شيء تجي الميديكال نيد، هن بيعرفوا شو المشاكل اللي عم يعاني منها اغلب المجتمعات او المجتمع المعين، بعدين بيشوفوا الماركت بوتنشال. هذا السوق اذا انا بدي اعمل له بحث، بدي اتكلف عليه، بدي اعطي لهم دواء، في امكانيه هن يشتروا هذا الدواء اذا مثلا الدواء بيكلف كثير. الثالثه هو ريسورس ليميتيشن،
في عندي حدا ممكن يعمل هذا الدواء اللي هن يستفيدوا عليه، ادفع له مصاري. وغالبا regulations بتجي من التراجيدي، ناس تشوهوا بسبب مرض اخذ بالحمل. هون بيجوا بيفكروا regulations، دوما بفكر بالقصة اللي صارت على الارض وعملت مشكلة، عملت تشوه، عملت مشكلة مثلا زيكا. هون بيجوا يتفرجوا، عملت مشكلة ما أنا مهمة، ما بيجوا بيتفرجوا ولا بيعطوا قانون. في بس مصطلح الـ IND، لما حدا يجي يقول أنا بدي أعطيك IND، حدا سافر إجي يقول له بدي أعطيك IND، يعني هذا دواء أو دراج أو بيولوجي بعده على البحث، يعني عم يجرب عليك. طيب هلا في ريسيرش تيم، الريسيرش تيم محاضرة كاملة تحكي عن الـ FDA والريسيرش تيم تبع الـ FDA شو هو لازم يكون، وتماما نفسه لازم يكون الريسيرش تيم تبعنا. البي ار او برنسبل انفستيجيتور هذا اهم شخص، مثل ما مبين بالصوره اهم شخص معدينه على الكرسي، لانه هذا المسؤول عن كل شيء. صار خطا ليك وهذا المسؤول. الحد الثاني اللي هو السي ار اي، ما عندنا منا نحن بنستخدم الطلاب، انه هن النيرسز المسؤولين عن الريسيرش، في شيء معين بالنيرسز بيجوا بيتعلموا الريسيرش، ولحتى هنا ياخذوا بس استبيانات، ياخذوا معلومات من عن طريق السي ار اي. بعدين هي جمعت المعلومات تعطيها للداتا بيس ادمنستريتر، هذا المسؤول انه يرتب هي المعلومات اللي اجته. نحن مثل ما اتفقنا ما عملنا كويشنير وفلتناه، جيب معلومات بعدين نحن بنجي بنتفرج وبنشوف، بعدين بنلاقي انه ما استفدنا شيء، نرجع عيد من اول واحد جديد، ما حدا حيجي يقدمه. نحن لازم نكون عم نراقب شوي شوي، صار مشكلة وقفوا ظبطوا ورجعوا أبدأ من جديد، أحسن ما تكلف حالك وتكلف الناس على الفاضي. الداتا مانجر هذا بده ياخذ من الداتا بيز ويعطيها الإحصائي، الإحصائي لحتى يحددها. ترجع لعند البي ار لحتى يتفرج عليها، يكتب او بيتساعدوا كلهم بالكتابه. في عندنا واحد ما رفع. احنا عندنا هون هذا كله رحنا نعمله. يعني احنا لما انا بدي ارفع او بيساوي بحث، فانا لازم احط الفكره، احط الفرضيه البحثيه، احط البروتوكول، واجمع العينات، وحللهم انا او ابعث لهم حل الاحصائي، عرفت؟ وكله. هلا انتم على دوركم انتم نفسكم، بس الفرق انه انتم عم تكونوا اكثر من طالب مع بعض، يعني واحد بيلم الاستبيانات، واحد بيعمل قياس الاحصائي، فعمليا عم تشكلوا تيم، بس هذا التيم هو كله طبي، المفروض يكون تيم الادمنستريشن لوحده، الستاتيكال اناليسيز لوحده. ما عندنا منه نحن بنستخدمه، ما عندنا طلاب نحن بنجمعه. انت وقت بتشتغله، وقت بيشتغل شيء بتشتغله انا ميسون كله، يعني ميسون الموارد او ميسون الادمنستريشن. كمان والكولكشنز تبعت المعلومات، بحط انا الاستبيان تبع هذا وبحط انا القياس. تماما بتكلف وبتقلل الخبره، لما الواحد عم يوزع خبرته على كل هدول النقط بتقلل البياس، لانه لما تكون انت نفس الشخص صعب تشوف مشاكل. هلا انت لما بتحط السؤال لو بتقرا 10 مرات ما رح تنتبه له فيه غلط، بس تعال انت او خط معي وحده ثانيه تغري القصه فيها. القوى اللي بتقود الريسيرش، في شيء داخلي انا عندي مثلا الريسيرش تيم ما متفق، هذا عم يعطي معلومات لهذا غلط، او عندي مشكله بالسؤال تبعي او بالريسيرش كويستشن تبعي. المشكله المشاكل الثانيه، النوع الثاني من المشاكل اكستند، مثلا ما اجتني موافقه، اجوا الناس ما جاوبوا الاستبيان، اجوا الناس ما فهموا الاستبيان. هدول القوتين هن اللي بيتنافسوا لحتى يخربوا لي البحث تبعي. طيب هلا لقيت انا بحث، عندي بحث وعندي جرانت بدي اقدم عليه، بدي اجيب مصاري لحتى اعمل البحث تبعي، شو لازم اعمل اول شيء؟ اول شيء بدي اشوف حالي، هل السؤال تبعي كويس شغال؟ هل الفريق تبعي جاهز لحتى انا اقدم؟ السؤال الثاني انه بدي اشوف الكومبيتيتورز، هدول الناس اللي عم يتنافسوا معي لياخذوا هدول المصاري، شو عندهم شغلات؟ عندهم فريق متكامل اكثر، عندهم فريق منوع اكثر، عندهم سؤال مميز اكثر. الاساس ذا بروجكت،
البحث بحد ذاته بيطبق او ما بيطبق بغض النظر عن الفريق تبعي. الفريق تبعي شنو سويناه باول سؤال، سؤال اخير البحث بغض النظر مين عم يساوي بيطبق او ما بيطبق. هلا مشان اجاوب على هدول ثلاث اسئله لازم من هم انا ابني يكون بنائي صح. لما بدي اختار مشكله اختارها صح، تكون فعلا مشكله. ما انا عم اتفكر يعني عم افكرها مشكله او عم اعملها مشكله لحتى اعمل عنها ريسيرش واستفيد. الثاني انه خلي الناس لما او الشخص اللي عم يقرا الابلكيشن تبعي يقرا يقول عن جد والله هذا فاجئني، كيف هذا البحث نحن غايب عن بالنا وما عملناه لسه، لازم نعمله. لما هو يفكر انه انا بدي اعمله حيوافق لك انت تعمله. السؤال الثالث، هل هذا البحث طريق مسدود؟ يعني انا بدي جاوب هالسؤال المعين وقف، او هذا بيفتح الطريق لحتى نحن نعمل ابحاث تكمل بهذا الموضوع. هلا كيف بدي اركبهم؟ الاهداف تبع البحث، نقي اثنين او اربع اهداف انت تطبقهم لحتى تمهد لغيرك يعمل ابحاث ثانيه. استخدم طرق لما عم تعمل الابلكيشن تبعك، استخدم طرق رسم او طرق الفلو، يعني اشكال خطوه خطوتين ثلاثه، كيف انت حصلت على او كيف بدك تحصل على المعلومات تبعك. فوت الاحصائي ابكر معي، لما الاحصائي عم يجي بالاخر قال له انا ها جبت كل شيء جاهز، تاخذ البيانات، بيقول لك ما استفدنا شيء، رجع عيده من اول. هذا الاحصائي لازم يكون معك من الاول، من لما انت عم تكتب بروبوزل تقول له شو جيب شو ما جيب، هو اللي بجاوبك، هو اللي بيفيدك لحتى انت تاتي. الاحصائي يفوت معك وقت السؤال البحث تبعك، يعني لما بحط سؤال انا بدي شوف فائده فرضنا اعطاء الميثوتريكسات لمرضى الداء الريسياني اللي عمرهم تحت 18 سنه، فالاحصائي هون هو بيقول لك انه هذا سؤالك البحثي، شو انت حجم العينه تبعيتك، شو التارجت ممكن تحصله، شو البرايمري اند بوينت سكندري اند بوينت، هو بيربط لك سب جروبس انت بدك تعملهم اناليسيس، وبالتالي يا بيقول لك سؤالك البحثي كله ما راح يعطيك اي فائده تمام؟ نحن نعمله انه نحط الاستبيان، بنعبي الاستبيان بعدين بنروح للاخصائي الدكتور. اذا لقينا نحن بنعمل البحث بعدين بندور اساسا على الاحصاء، ما بنلاقي او نحن بنشتغل على طيب. هي الريفرنس تبع المحاضره مثل بقيه المحاضرات.